كلمة مستحيل مش كلمة الأسياد، كلمة مستحيل مش موجودة في قاموس النادي الأهلي طول ما روح الفانيلا الحمراء موجودة، ودايما بنرد عليها الناشئين داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وحتى كل اللعيبة اللي بتيجي من بره دايما بيدخل لها الروح دي من أول ثانية، هي دايما روح الفانيلا الحمراء زي ما قال شاعرنا الأهلاوي الأصيل هشام الجخ. بالمناسبة دي القصيدة في عز الدنيا ما كانت ضلمة، في عز ما ناس كتير شافت إن الأهلي بعيد عن البطولة، في الوقت اللي كان النادي الأهلي في آخر جدول المسابقة ناس كتير قالت الأهلي يغرق، ناس كتير شككت في النادي الأهلي، ناس كتير شككت في قدرات مجلس الإدارة، لكن النادي الأهلي بيظهر في الوقت المناسب. وزي ما قلنا النادي الأهلي ما بيفرحش في بداية البطولة أو في نص البطولة، دايما التركيز والهدف دايما في آخر البطولة. معانا دلوقتي على الهاتف واحد من نجوم النادي